جماعة الخير، شفتوا الملخص؟ في شيء غريب صح؟ ما يمر عليكم كجمهور قناة الواقع، اللي هو طبعا دخول هباس محل ريان. لا زلنا في سلسلة مشاكل ريان، ما أدري متى بتنتهي. يعني هو ما في البلد إلا ذا الولد. أنا ودي أسأل بس سؤال لإدارة قناة الواقع، وما في البلد إلا ذا الولد. ريان يعني خربها مرة، كل شوية جايبين واحد بديله، كل شوية جايبين واحد يغطي الفقرة، كل شوية حتى المتسابقين فارس يوم من الأيام غطى مكانك يا ريان. ما أدري وين بتوصل له، وما أدري وش صبر الإدارة ذا عليك. يعني أوكي نتفق في شخصك الكريم إنك إنسان لطيف وراعي مزحة وراعي نكتة وراعي وتضحك، يمكن هذا السبب الله أعلم. لكن اللي يعرف إن الشغل شغل والإدارة إدارة والمزح والضحك شيء آخر. تعليقك يا صالح. طبعا الاخ ريان، انا اتوقع ان اللي يسويه في الاداره وفي القناه بشكل عام ثقه، ويشوف انه متميز، والمتميز دائم قد تكون نظرته صحيحه ويمكن ما تكون صحيحه. يمكن اقول انها ثقه وان شاء الله انها ثقه. جابوا له بديل، هذا الدليل ان الابداع يستمر ما يقف على حد. لا هو بديل بس في هذاك الوقت بس. يعني اجل ما هو بديل على طول، انا اتمنى انه يكون عنده بديل على طول. يمكن هباس عنده فقرة هنا عندنا، شيك انت معنا في البرنامج ولا؟ انا معك في البرنامج. هباس عنده فقرة جاي بس يغطي مكان ريان، يغطي مكانه ما جاء الاخ. طيب اجل مشاكل قبلها غطى مكانه فارس الحربي متسابق. اجل اخطاءه عليه اللي سواها في وقت التغطية طال عمرك المفروض انه يثبت وجوده، ما ثبت وجوده. انا اقول انه ما ثبت وجوده، اجل ما عدم ثقة كذا، ما عدم يثبت وجوده. طيب وليش متمسكين فيه؟ هذا سؤال يعود للطاقم الفني او الادارة، ليش متمسكين فيه ما ادري. انا اتوقع اذا ما هي ثقه الله اعلم. ثقه مين يا حمزه؟ انت عبد الله. يا هلا. ايش رايك في المنبر هذا؟ والله شوف، ان الواحد ما يمسك الفقره بهالجديه هذه ولا ياخذها بهالمحمل هذا، ترى يعطي انطباع حتى للناس برا انه الرجل غير رجل فوضوي، رجل غير مثلا مبالي، امور زي كذا ما هي زين أن تصير تنطبع أو الناس يأخذون عنك الانطباع هذا. لابد يكون الواحد يعني يحترم الفقرة، يحترم البرنامج ويعطيه مجهوده حتى تثبت وجودك. مسألة مي مسألة إذا أنا حضرت ولا ما حضرت كيف؟ يمكن تأثر فيه لأنكم كلكم من تبوك. والله هذه معلومة ترى جديدة. اي جديدة. كويس اني قلت لك بعدها، ولا يمكن لو علمتك ولا ناخذ يمكن لو علمتك على الريان يمكن جامله. لا ونعم فيه وعز الله كفو، رجال طيب، بس عاد النظام احترم العمل هذا ما حد يختلف عليه. طيب ريان الله يعينك على نفسك بس، واحمد ربك انك طايح لك في ادارة انت راعيك تسوي بك كذا. ها كذا يد يدهينه لا تنكتين، يدهينه لا تنكتين، يدهينه لا تنكتين. الله العظيم. إعلان التوب 3 يا جماعة.